هيمارو او تاليا شوفي شلون هاد الهاجي واجي معقد، ما بعرف مين هيك عمله. خدي خلصي وقيمي بشي مكان او العبوا فيه. كتير قوي اشهر، صعب اشهر. ايوه واخيرا خلصتي اللعبة؟ صارت؟ والله شكله مرعب هالهاجي واجي، يعني خلاص انا مشتي اكبلكم اياه احسن. بس ليش تكبي عادي؟ يعني معقول يكون هيك بغرفتكم ما بترتعبوا منه؟ كمان تبذير حرام. حرام؟ من الحق علي من الاساس سويت لكم مفاجأة واشتريت لكم اياه، كثير بشكله لا حلو مرعب وبخوف. لا ما بخوف. اقعد يخرب بيتك. امتى بتخلص التلوين؟ ماشي. ما تنسوا هيك عم تقول ما شكله كثير بخوف. صح. لا إذا نعمله هيك وما بخوف. شو هاد؟ ورا؟ كيف هيك؟ ما حدا حركه. إيه صح. يمكن نحن عم نتخيل ما كان هون يمكن. مستحيل. طب خلص خلص كبيه بزبالة. لا لا ليش اكيد بخلص هذي بعرفه. طب هاي الغرفة وخلص لا تتحرك. ها 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 بتشوف شو عامل فيكن. نيمار تعالي ليش طفي نضة وشوفي؟ ما طفى. ما طفى. ما خلصتوا رسم؟ ايه ما طفى. بسم الله. شوفي. شوفي. انا من شوي كان هون هاجي واجي نحن شفنا. بعدها هون. بعدها ايده رفعت على راسي. انا كبيته برا الغرفة. ليش انا واخدة؟ ما معقول يمكن بتخيل. لا انا طلعته برا تحت. صح تعالي شفتيني؟ ايه. يمكن لانه قلت لكم انه بخوف شكله وقام صرتوا تخافوا منه اكثر. معقول؟ قلت لكم من الاساس انه هذا شكله مرعب وما بحبه. شوفي شكله. معقول حدا يلعب بهيك لعبه مو حلوه. خلص خليني ما اقلها مشان ما تخاف. شو هاد كل ده بتلحقنا يعني؟ خلص روح من وشي. شوفي اللي مرة تحركه هيك عم تحركه هيك عم تحركه. من جد خوفتوني من شو هاد؟ خلص انا اجتني فكرة. شو بدك تعملي؟ ارمي بالشباك. هاتي هاتي انا. لا وين ترمي بالشباك؟ لا خلص خلينا نرمي. طب خلاص ما في داعي ترميه. شو رايك نحطه هيك بكيس ونعيفه للتوزيع؟ لا هلا لا بيجي. خلاص انا هاي عرفت الحل بدي اكبه. خلاص حرام ما تكبيه. يلا نيمار ما تكبيه حرام. لا لا هاكبه. لا لا ايش عملتي؟ بيتي ما استفدتي على شيء ضل كانه بالبناية. خلص سكري سكري. ماما شوفي ماما وين صار الهكي وكي. قولي كيف هلا بدنا نجيبه؟ احسن ما نخوفكم خليه هون. طب ماما بلكي تحرر في هوا يكون هيك كثير قوي بعدين يسحبه واسحبه لعند الديران. يسحبه خليه يروح مرعب.
استعدني خايفة منه. شو لسه خايفة منه؟ خلاص انتي وقعتيه بمكان بحياته ما بيقدر حدا يجيبه، خلاص يعني شو رح تخافي منه؟ خلاص طبي اغراضك هلا وروحي على النوم انتي واختك، كفي يلا ناموا هلا عشان تفيقوا بكير تكونوا مرتاحين. نامي تودع. هاي انا بدي اضل نايمة للافطار، كتير نعسانة وبدي الف الكلب. وانا هلا بدي اصوم. تصومي هلا؟ ايه. يلا تصبحوا على خير. وانتي خير. اطفي لكم الأدوية. كبيتوني بدي ارجع اكملكم ورشة. شو بك شوفي بسم الله الرحمن الرحيم، شو جابوا هاد؟ لك نحن مو كبينا، شو هاد؟ جاء كيفك مو كبينا؟ كيفك رجع يا رب دخيلك؟ شو هاد؟ عن جد انه مسكون هاد، شو هاد؟ شو نعمل فيه؟ عشان تحرقيه. المشكلة إذا حرقناه بخاف نحترق لأنه كتير كبير. طب لازم تطلعي تحطيه عند العشاء. خرب بيتك شو هاد؟ خرب بيتك شو جابك؟ ماما شو هاد شي غريب؟ شو رح نعمل؟ ما بعرف. برأي أخبر أبوك يجي يتصرف هو. حطه بالسيارة وناخذها مكان كتير بعيد. يعني هذا المكان. يا الله شو هاد؟ بابا ما عم بيجي ابدا، كثير خايفه ما عم بيجيني نوم. يا الله عن جد الوضع صار مرعب، ما بعرف شو بدي اعمل فيه. اقترحوا علي المتابعين شو نعمل فيه، نحرقه او نقصه؟ بخاف نقصه ويرجع يتكون من اول وجديد، لانه شكله عن جد مسكون. مو حلو يعني يتركب. معقول السيد عم بيساعده مشان يرجع؟ يعني يتركب من اول وجديد؟ سيد هيك ليك قط شبره. وسيد انت ساعدته الهاجي واجي ليرجع لعنا البيت؟ ايه. انت ساعدته؟ معقول؟ لا مستحيل، وسيد هيك شبره ونص كيف بده يوصل؟ كان مكبوب على سطح البناية يعني مستحيل حدا يقدر يجيبه. ايه يعني هو قصير اصلا، كيف بده يجيبه؟ هو اصلا متر و19. انا متأكدة انه مسكون، احسن شي نتخلص منه بدون ما يعرف اسيد لانه اسيد كتير بحبه. ايه ونقصه ونحرقه ونكبه بالزبالة هيك. يلا والرماد اللي ضل نحطه عند العشب ويصير شجرة هاجي وقي جديد. يلا خذي اللي مارو تاني، حطي هذا بالكيس الاسود والهذا نرميه بالزباله وخلاص. خليه اسيد لك حطه منيح. يلا حطه اسيد بالكيس. ساعدك ماما. انا ايوه يلا احلم. أنا هيك أكيد ما بيقدر يطلع ولا مكان. حطه بالزبالة وخلص. يلا هاتوا نكبوا أسيد. يا صار مثل الحمد لله كبيناه والله أحسن حال. إيه صح. طلع معي حق ماما، هذا طلع مسكون. اي والله اللي كان لازم من الاول نتخلص منه ونكبه. بسم الله كيف المطفى؟ ما تحلمت؟ يا انت
كيف تحرك؟ ما تحرك. كبينا هاي جاية خلصنا، كيف هيك عم تحرك؟ يلا عادي يمكن هي أصلاً متخربة وشي يعني. رح أتألمكم على اللي عملتوه فيني مرة تانية.